بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى العنزي، أخبرنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في أول النهار، قال: فجاءه قوم حفاة ليس لهم نعال، عراة ليس لهم ثياب، مجتابي النمار أو العباء. قال النووي رحمه الله: وهي ثياب صوف فيها تنمير، مجتابي النمار أي خرقوها وقوروا وسطها، نمر كساء خرقوا وسطه وأدخلوه، أدخلوا رأسهم، فيعني أنها قصيرة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، من قبيلة مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاق، لما رأى بهم من الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن يعني لصلاة الظهر، وأقام فصلى، ثم خطب صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، يعني فليتصدق كل رجل من ديناره، جزء من ديناره، من درهمه، جزء من درهمه، من ثوبه، جزء من ثيابه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم بصرة، يعني دراهم مسرورة كادت كفه تعجز عنها، يعني ثقيلة، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس، بعد ذلك تتابع الناس بالصدقة، حتى رأيت قومين، يعني صبرة عظيمة، حتى رأيت قومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم، أي سر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: يتهلل أي يستنير فرحاً وسروراً صلى الله عليه وسلم، فرغب في الصدقة ورغب في الإحسان صلى الله عليه وسلم. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل أي يستنير كأنه مذهب، كأنه ذهب صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ذلك الأنصاري الذي بدأ بجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، فلما بدأ بالصدقة تابعه الناس وتصدقوا
فهذا الذي يعمل عملاً صالحاً ويكون سبباً لفعل الناس والاقتداء به كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده، الله يعطيه مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فينبغي للمسلم أن يكون فاتحاً للخير ودليلاً على الخير، نسأل الله التوفيق. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الذي عمل معصية وتسبب في وقوع الناس فيها عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فعلينا أن نحذر أن نكون باباً من أبواب الشر والعياذ بالله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي قال جميعاً، حدثنا شعبة، حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، يعني أول النهار، بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ثم خطب وحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتابي النمار، النمرة كساء صغير قد خرقوا وسطها ووضعوه على رؤوسهم، وساق الحديث بقصته أي كما تقدم، وساق الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد المنبر، ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، وفرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا غندر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، قال كنا نحامل يعني نحمل الحملة بالأجرة، قال فتصدق أبو عقيل، كانوا يحملون الحملة فإذا وجدوا الأجرة يتصدقون رضي الله تعالى عنهم، قال فتصدق أبو عقيل بنصف الصاع على قدر حاله، قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء، نعوذ بالله. المنافقون لا يسلم أحد من شرهم، نعوذ بالله. الذي جاء بالقليل قالوا الله غني عنه، والذي جاء بالكثير قالوا هذا رياء، نعوذ بالله من النفاق وأهله. فنزلت الذين يلمزون أي يعيبون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولم يلفظ
ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. فلا يجوز للمسلم أن يسخر بإخوانه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وحدثنا محمد بن بشار، حدثني سعيد بن الربيع حاء، وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال: كنا نحامل على ظهورنا، أي نحمل الحملة، وإذا وجدنا الأجر نتصدق، رضي الله تعالى عنه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم. الذي عنده ناقة يعطيها للفقراء يأخذون لبنها ويردونها، وفي ذلك أجر عظيم. يتصدق بلبن الناقة أو لبن الشاة ونحو ذلك، تعطي الفقير الشاة يحلبها ويشرب لبنها ويردها لك. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة، أي أعطى الفقير شاة غدت بصدقة وراحت بصدقة، يحلبها صباحا ومساء، صبوحا صبوحها اللبن الذي في الصباح، غبوقها اللبن الذي في المساء. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة للفقراء والمساكين، وأجر ذلك عظيم عند الله جل جلاله. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق المتصدق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان، يعني جبتان من حديد من لدن سديجهما إلى تراقيهما من صدره إلى رقبته. فإذا أراد المنفق المتصدق، وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه الجبة توسعت، إذا أراد أن يتصدق الجبة توسعت أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه، أي تضايقت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه. المتصدق تسع عليه حتى تغطي أصابعه وتعفو أثره، تمسح أثر مشيه. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال يوسعها فلا تتسع. البخيل يوسع الجبة فلا تتسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة ويحذر من البخل. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين
عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه أي توسعت حتى تغشي أنامله أي تغطي أنامله وتعفو أثره تمسح أثر مشي، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت أي تضايقت وأخذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا توسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وحذر عن البخل، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب، حدثنا عبد الله بن الطاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه توسعت حتى تعفي أثره أي تغطي أثر مشي، وإذا هم البخيل بالصدقة تقلصت أي تضايقت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة وفعل الخير ويحذر عن البخل والشح. حدثني سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، وجد امرأة أعطاها الصدقة وهو لا يعرفها، فأصبحوا أي أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، تصدق رجل الليلة على امرأة زانية. قال: اللهم لك الحمد، على زانية أي تصدقت على زانية وهو لا يدري. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، وجد رجلا غنيا وهو لا يعرفه أعطاه الصدق، فأصبحوا أي الناس يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد، على غني. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، إنما الأعمال بالنيات، نيتك حسنة قبلها الله جل وعلا. فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، لعل الزانية تعتبر وتقول: الله يرزقني بالحلال، تركت الزنا. ما شاء الله، الصدقة هذه صارت سبب لامتناعها عن الفاحشة، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يرى أن الناس يتصدقون فيتصدق، فيكون سبباً في هداية هذا البخيل، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، يقول: الله يرزقني بالحلال، ويترك السرقة. فكانت هذه الصدقة سبباً لتركه للسرقة. فإذا كانت نية العبد نية صالحة، الله يتقبلها وينفع بها. اللهم أصلح نياتنا وقلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد
عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملاً موفراً طيبةً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخازن إذا أمر بالصدقة فأنفق الصدقة بطيب نفس، الله تعالى يعطيه نصيب من الأجر، مع أنه كان مع أنه خازن، ولكن إذا أنفذ ما أمر به بطيب نفس الله يثيبه سبحانه وتعالى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. إذا تصدقت المرأة من طعام بيتها، يعني بشيء قليل، ملء كف أو نحو ذلك أو كسرة خبز، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني شيء قليل، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، لأنهم تعاونوا على الخير. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد، وقال: من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني شيء قليل، كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن يزيد عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا، هذا عمير يقول: كنت مملوكا، أي عبدا مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان، يعني إذا تصدق بشيء قليل، بحيث يعلم أن سيده يحب ذلك. قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. إذا تصدق بشيء قليل يغلب على ظنه أن سيده يرضى بذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم رضي الله عنه قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماً، يعني أجعل اللحم قطع صغار وأنشره في الشمس حتى ييبس. القديد هو اللحم الصغار الذي يشمس. أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه، أي دعا رسول الله سيد هذا الرجل، فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، ف
فقال: الأجر بينكما، إذا تصدق بشيء قليل. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوع وزوجها موجود، لأنه قد يحتاجها. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وإذا أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من أبواب الجنة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فيه فضل أبي بكر أنه أن أبواب الجنة كلها تناديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النووي رحمه الله: قال القاضي قال الهروي رحمهم الله في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان، اثنان من الفرس، أو عبدان أو بعيران، يعني الزوجان يعني اثنان، فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل، إذا قرنت بعيرا ببعير. وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد. وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر. وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة. قال النووي رحمه الله: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة ثمانية، فذكر في هذا الحديث باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الصيام، أربعة. قال: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر في باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب الراضين. فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث، وجاء في حديث السبعين، في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الأيمن، فلعله الباب الثامن، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، الذين أخلصوا التوحيد لله عز وجل. اللهم إنا نسألك من فضلك أن تدخلنا جنة الفردوس بفضلك وكرمك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن عمر،
حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح حاء، وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا شيبان حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا شبابة، حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب، أي فلو، أي فلان، هلما، أي تعال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه. قال النووي رحمه الله: لا توى عليه، أي لا هلاك عليه. ذلك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعى من جميع أبواب الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، يعني تطوعا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. صام تطوعا وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كان أبو بكر سابقا للخير رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص يعني ابن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي، أي تصدقي، أو انضحي، أو أنفحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك. حثها على الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: معناه الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك والبخل، وعن ادخار المال في الوعاء. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية قال زهير: حدثنا محمد بن خازم، حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفحي أو انضحي أو أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد
قال: قال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد ابن عبد الله ابن الزبير أخبره أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء، أي ليس لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير زوجها رضي الله عنه، فهل علي جناح أن أرضخ، أي أن أتصدق مما يدخل علي؟ فقال: أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني يجوز أن تتصدق بشيء قليل والأجر بينهما. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا الليث ابن سعد حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء أن يتصدقن بشيء من طعامهن ولو فرس نشات. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف، ظلف الشات. قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها مثل القدم في الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل، ويطلق على الغنم استعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا، كفرس نشاة، أي كظلف الشاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الرجال والنساء على الصدقة ولو بشيء قليل. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل الذي يعدل بين الرعية، وشاب نشأ بعبادة الله، لم ينشغل باللعب بل بدأ بعبادة الله، يعني إلى أن لقي الله، فيظله الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد، يحافظ على الصلاة مع الجماعة قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل واحد أحب أخاه لله لأنه مطيع لله عابد لله أحبه لله إذا اجتمعا وإذا تفرقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، امتنع عن الزنا خوفا من الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإخفاء الصدقة أفضل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله وهو خالي
وذكر الوقوف أمام الله وبكى خوفاً من الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هنا في هذه النسخة: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال النووي رحمه الله: هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة، وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال: ورجل معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني محافظ على الجمعة والجماعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح، أي غير مريض، شحيح، أي تحب المال، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، أي لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. فأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح غير مريض، شحيح، أي تحب المال، تخشى الفقر وتأمل الغنى. فإذا تصدقت في هذه الحالة الصدقة أعظم أجرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك. هذا لعله قبل النهي، لا يجوز الحلف بالأب ولا بغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لتنبأن، أي لتخبرن، أن تصدق وأنت صحيح، وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل، أي تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، أي قاربت الموت، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير، غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المتصدق أفضل من يد السائل، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبدة جميعاً عن يحيى القطان قال ابن بشار: حدثنا يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن تبقي لنفسك ما يغنيك وتتصدق بجزء، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تصدق على أقاربك وغيرهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أن يتطلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة ويكره السؤال. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا: حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أي على قدر الحاجة، لا زائد ولا ناقص، وابدأ بمن تعول، أي بعائلتك، واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، أي لا تسألوا وتكرروا السؤال، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألة مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيت. حدثنا ابن يعني ينبغي اجتناب السؤال إلا عند الاضطرار. حدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، حدثني وهب بن منبه، ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يخطب يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل به يا رب العالمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، أي لا يتنبه الناس له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. فالمسكين الحقيقي الفقير المتعفف الذي لا يسأل، فهو أولى بالإحسان إليه لأنه لا يسأل الناس وهو فقير. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف فقير ولا يسأل. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. قال: الإلحاف، الإلحاف هو الإلحاح، يعني كثرة السؤال. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك، أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرو أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. الذي يسأل الناس من غير حاجة يؤخذ اللحم عن وجهه كأنه لا لحم في وجهه، فلا ينبغي السؤال إلا عند الاضطرار. وحدثني عمرو الناقد، حدثني إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مزعة لحم أي قطعة لحم. حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يسأل من غير حاجة. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثراً، يعني ما عنده ما يكفيه ويسأل ويستكثر بدون حاجة، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. الذي يسأل وهو غير محتاج إنما يسأل جمراً، فإن شاء يسأل جمراً قليلاً وإن شاء يسأل جمراً كثيراً. فالسؤال لا يجوز إلا عند الضرورة. حدثني هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره يجمع الحطب فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الكسب، لو تجمع حطب وتبيع خير من أن تسأل الناس. وحدثني محمد بن حاتم،
حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل، حدثني قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان، يعني خير من أن يسأل الناس. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال: سلمة حدثنا، وقال الدارمي: أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، يعني أشخاص، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، يعني قد بايعنا قريبا، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم الذي يؤدب به فرسه، فما يسأل أحدا يناوله إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، قال: ولا تسأل الناس شيئا، حذرهم عن السؤال صلى الله عليه وسلم. فالسؤال لا يجوز إلا عند الاضطرار. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن الرياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، يعني تحملت دية عن أحد أو دينا عن أحد، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني أسأله أن يعينني على سداد هذه الحملة، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أي صدقات المسلمين. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، السؤال لا يحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، يعني تحمل دينا عن آخر فيسأل فيجوز له يسأل حتى يسدد ذلك الدين الذي تحمله حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، كان عنده مال هلك ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، يعني القوت، ورجل أصابته فاقة أي فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أي من العقلاء من قومه، يشهدون: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، القوت الضروري، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا أي حراما
يأكل صاحبها سحتًا. فالسؤال لا يجوز إلا لهؤلاء الثلاثة: تحمل حمالة، تحمل الدين عن أحد، فيجوز أن يسأل حتى يسدد ذلك الذي تحمله. ورجل كان له مال هلك ماله، فيجوز له أن يسأل القوت الضروري. والثالث: رجل كان ذا مال وصار فقيرا حتى يشهد ثلاثة من العقلاء من قومه أنه أصاب تفحق. ومن سأل وهو ليس من هؤلاء فإنما يسأل حراما والعياذ بالله. وحدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب حاء، وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعني نصيبه من بيت المال، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالاً فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، لأن هذا نصيبك من بيت المال.